اهلا بيكم، معكم مهندس مينا ومع فيديو جديد في سلسله الاردوينو فروم بيزك. في السلسله دي احنا بنحاول نتعلم فيها الاردوينو من الصفر لغايه الاحتراف ان شاء الله. في الفيديو بتاع النهارده هنحاول نتعلم ازاي نبرمج الاردوينو برو ميني بدون ما يكون معانا بروجرامر باستعمال الاردوينو اونو او باستعمال الميجا. هنشوف ازاي النهارده ممكن نبرمجهم بطريقه بسيطه جدا، فخليكم معانا يلا بينا. لو جينا هنا بصينا على الاردوينو برو ميني والاونو والميجا او كمان الام سي يو، هنلاقي في فرق مهم جدا بين الثلاثه. الفرق في الشيب دي، الشيب دي هنلاقيها ان هي موجوده في الاونو وفي الميجا وفي الام سي يو. الشيب دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتاخد البروتوكول بتاع اليو اس بي وبتحاول تترجمه لغايه ما يطلع عندي سيريال كونكشن تي اكس وار اكس. سيريال كونكشن دي الماكنتور بيقدر يفهمها. هنا في البرو ميني ما عنديش الشيب دي، بس انا عندي هنا سيريال كونكشن، فانا محتاج اعمل ايه؟ ان انا ادخل الكود بتاعي على اليو اس بي ومن هنا اخد ال TX و RX اوصله بالبرو ميني عشان اقدر اعمل كود بيعمل لي فلاشر سوايب. هنشوف كده ازاي ممكن نعمل التوصيله دي مع بعض. لو عندك انت سواء اردوينو ميجا او اونو او سواء ميجا اي دي كي او 256 او اونو او نانو او ايا كان، كل اللي محتاجه انت تعمل توصيله بالشكل ده. التوصيله دي بتاخد الجراوند وتوصله بالريست، بتعمل ديسيبل للشيب دي، وبتاخد ال TRX وال RX بتوصلهم من الشيب الكبيره لغايه الاونو بتاعك، وبعد كده بتوصل في السي وجراوند. وبكده احنا بنقدر ننقل الداتا من اليو اس بي اللي جاي هنا لغايه ما بندخله على الاونو. خلينا نوصل الدايره بتاعتنا دي ونشوف هننزل البرنامج ازاي. احنا كده وصلنا الدايره بتاعتنا التي اكس وار اكس مع التي اكس وار اكس، وصلنا هنا الجراوند بريست، ده كده احنا عملنا ديسيبل للشيب هنا، وكمان وصلنا الفي سي وجراوند. هنجرب دلوقتي نشوف الكود ننزله ازاي. هنا معانا البرنامج بتاعنا عبارة عن اتنين اوتبوت، وبنحاول نعمل اون واوف بينهم وفي خلال زمن ثانية بحيث نعمل الفلاشر بتاعنا. بتيجي هنا نختار في التول، بتختار البورد اردوينو برو ميني من هنا، وبنختار بعد كده نوع البرو ميني. في عندنا نوعين، في 5 فولت و 3.3، احنا بنختار 5 فولت عشان اسهل في الانترفيس مع السنسورز، وقلنا الانترفيس ده حاجة مهمة جدا فهنستعمل ال 5 فولت. وبعد كده عندنا البورد هنا رقم 7، هنجرب كده نعمل ابلود. احنا بنعمل ابلود لازم ندوس على ريسيت. هنا قال لي دان ابلودنج، مظبوط. نيجي نبص بنلاقي شغال ومظبوط كده، الفلاشر بتاعنا شغال والبرنامج نزل من هنا ووصل معانا للاونو. خلاص احنا كده مش محتاجين التي ار اكس والار اكس، خلاص بنفصلهم كده. احنا محتاجين بس الباور، خلاص دي كمان مش محتاجينها كده، احنا واخدين بس باور من الاونو والبرنامج بتاعي نزل هنا مظبوط. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو ليك اي سؤال سيبونا في الكومنتات وهنرد عليك، ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تشترك معانا في القناه وتشجعنا باللايك لان ده بيفرق معانا كتير، وخلينا نشوفك فيديو جديد. شكرا.